امتى اعمل التحليل؟ امتى يا دكتور اعمل التحليل؟ مين اللي يعمل التحليل؟ مين يعمل تحليل فيتامين د؟ ده سؤال مهم جدا الحقيقه. زي ما قلت لحضرتك عند حسب الفئات العمريه المختلفه دي، فوق سن ال 65 ريكومندد او احسن نعمل تحليل فيتامين د عشان نقي نفسنا من المشكله اللي هي نقص فيتامين د فوق السن. في الـ في الـ في السن بقى المتوسط، ودي الفئه العمريه الثالثه اللي كنت عايز اكلم حضرتك عنها، هي سن الانسان يعني الشباب العادي والسن المتوسط ما بين سن ال 40 45 50 الفتره في الرجال والسيدات. طبعا ده الشباب العادي، يعني مو ده الشباب العادي. سعدتني يا دكتور والله العظيم. الشباب العادي طبعا في السيدات خلاص عجزنا الاعراض دي، انه في السن ده بيبقى عندنا فيه برضو مظاهر مختلفه لنقص فيتامين د. المظهر الاكستريم قوي انه يجي فعلا الواحد عنده نقص حد، او السيده بالذات عندها نقص حد جدا في فيتامين د، وبتعمل مرض تقريبا شبيه بمرض لين العظام في الاطفال، وبيحصل تشوهات في العظام، بيحصل حاجه اسمها من ضمن الحاجات الشائعه جدا حاجه اسمها كسر اجهادي. كسر الاجهادي ده انه يعني الكسر الاجهادي ده لو بيجي في انسان عادي، معناه مثلا يعني زي لو في انسان عادي، لو انسان عادي مثلا مش متعود يعمل مجهود معين، مش متعود يجري كتير قوي، وبعدين مره واحده قرر مثلا شاب ويافع صحته كويسه وكل حاجه انه يخش ماراثون مثلا وهو مش متدرب، وجري مثلا 20 30 كيلو، ممكن قوي يجيله كسر اجهادي. وده حاجه مش معناها نقص فيتامين د، ده في انسان صحته كويسه وكل حاجه، ده ممكن يحصل كسر اجهادي من مجهود زياده عن المجهود المتعود هو يعمله. ده بيبقى كسر مش العظمه، مش زي الكسور العظمه اتكسرت كده يعني، ده بيبقى زي شرخ في العظمه كده مؤلم جدا، وغالبا ما بيصيب عظام القدم والعظام المشطيه في القدم. في نقص فيتامين د في 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 الفئه العمريه المتوسطه دي، ممكن لو نقص حد قوي يحصل كسور اجهاديه بدون المجهود الجامد قوي ده في الحياه اليوميه العاديه، ودي ممكن بتعمل برضو تشوه في العظام. نبص نلاقي ايه، انه يبدا المريضه تشتكي بالام في مفصلين الحوض بالذات، ولما نعمل اشعه نلاقي في اعراض في الاشعه توحي بان ده عندها نقص فيتامين د، حاجه اسمها اللوسر زونز اللي هي خطوط كده، معناها ان كان في شروخ متعدده ما اتكسرتش بس العظمه ضعيفه. فلما العظمه ضعيفه دي مع الوقت بتلين، بتبقى بتاخد شكل مختلف، بتحصل فيها تشوهات، ودي لو اتلحقت وتعالجت بالفيتامين د شفاء تام. فحضرتك بتريكومند مين اللي يعمل التحليل؟ فاحنا بقول لحضرتك عندنا يا اما الفئه دي اللي هي فعلا عندها عوارض او اعراض فعلا دي تقول ديفينتلي ان عندها فيتامين د، يا اما في فئه ثانيه برضو في السن الصغير او في سن الشباب ده، تبص تلاقي حضرتك ان الاعراض فيج، اعراض ما هياش واضحه قوي، الام في الجسم، خمول، حاجات يعني ما هياش واضحه قوي، ما تقدرش تحط ايدك ان ده فعلا ده عنده نقص فيتامين د الحقيقه. وابتدى يبقى ريكومندد ان احنا نعمل للناس دي تحليل فيتامين د، ووجد ان نسبه كبيره منهم عندهم نقص فيتامين د. وزي ما قال الدكتور هاني بيه، هل لما نعالج فيتامين د الاعراض دي هتروح ولا لا؟ ما احنا بنحايد، ما احنا بنقعد نعمل هو زي ما قلت لحضرتك اللي فعلا الاكستريمز اللي عندهم فعلا نقص فيتامين د لما بياخدوا بيخفوا تماما.